أنا بينفع نشرح بنك جديد بيطرح شهادات بعائد 65% عائد تراكمي. مين هو البنك دوت وإيه هي التكة اللي ممكن يبقى فيه تكة؟ هنقول إيه هي التكة اللي في الموضوع. تعالوا بينا نشوف إيه هو البنك دوت وإيه الموضوع. الموضوع ده لسه ظاهر النهاردة ولسه يعني طازة، جايبين لكم الخبر على طول من مصدره. تعالوا بينا نشوف مين هو البنك دوت وايه تفاصيل 65% دي التراكمي وايه التكة اللي فيها. اولا البنك هو البنك العربي الافريقي. واحد هيسألني ايه حكاية البنك العربي الافريقي كل يوم ينزل لنا شهادات وحسابات توفير؟ قبل كده نزل شهادات ب40% وادي 65%، وكان منزل حسابات توفير وصلت ل20%. ايه حكاية البنك العربي الافريقي؟ تعال اقولك اشمعنى البنك العربي الافريقي. هقولك الكلام ده بس هقولهولك في نهاية الفيديو، اسمعنا كويس لان الفيديو ده فيه معلومات كويسة لو انت حابب تتعرف على النوع ده من الفيديوهات وعلى النوع ده من الاستثمار. طيب ايه حكاية بقى الخبر دوت وايه حكاية الشهادات ام 65%؟ فعلا البنك العربي الافريقي اصدر النهاردة على موقعه الرسمي ان هو اصدر شهادات جديدة بفايدة مش تصل الى 65%، لا بفايدة 65%. في ساعات يعني يجوا يلعبوا بالالفاظ يقول لك قد تصل الى كذا او تصل الى كذا، يعني هو مش الرقم بالظبط لكن ده بيقول لك الشهادات دي ب65%. 65% بس استنى، قال لك ايه بقى؟ قال لك يصرف العائد بتاعها مرة واحدة في نهاية المدة، يعني ولا هو شهري ولا 3 شهور ولا هو أي مدة، لكن العائد هيصرف مرة واحدة في نهاية المدة. تمام. طب الشهادة دي مدتها قد إيه يا عم الحاج؟ قالك الشهادة دي مدتها 3 سنين. طيب بمعنى أوضح وبطريقة سلسة، وعشان إحنا اسمنا قناة اشرح لي فالمفروض إن إحنا بنشرح كل حاجة ونبسطها. مثال بسيط، حضرتك النهاردة لو رحت البنك العربي الافريقي هتروح سلام عليكم وعليكم السلام، انا عايز اشتري الشهادات الجديدة بتاعتكو، انا معايا 100,000 جنيه، تفضل حضرتك هات ال 100,000 جنيه، مدة الشهادة 3 سنين، بعد ال3 سنين حضرتك ان شاء الله ربنا يدينا ويديك طول العمر هتروح هتاخد ال 100,000 جنيه، 165,000 جنيه. ده بطريقة بسيطة جدا، 100,000 جنيه هتروح تشتري بيهم شهادات، بعد 3 سنين هتروح تاخدهم كام؟ 165,000 جنيه. طيب حد تاني يعني داخل الفيديو كده من النص كده يقول يعني انا بقى كده هصرف العائد بتاعي شهري ولا سنوي؟ اقول له حضرتك لا هتصرف العائد شهري ولا سنوي، حضرتك هتصرف العائد في نهاية مدة الشهادة، يعني الشهادة مدتها 3 سنين، في نهاية ال3 سنين هتروح سلام عليكم وعليكم السلام، عاوز فلوسي اللي شلتها عندكم، هيلاقوا حضرتك يضربوا على الكمبيوتر السيستم يطلع ان انت كنت حاطط 100,000 جنيه من 3 سنين بفايدة 65% عائد تراكمي لمدة 3 سنين، ال3 سنين خلصوا، يعني حضرتك ليك عندهم 165,000 جنيه. واضح لغاية كده؟ طيب خلي بالكو الفايدة دي اللي هو مديها لحضرتك في ال3 سنين 65% ليها مؤشر كبير جدا. ايه المؤشر ده؟ المؤشر ان هي بتدي في السنة اكتر من 21.5%. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك كده كل سنة لو انت حسبتها على السنة هتلاقي نفسك بتاخد 21.5%، عشان يجمعوا لك في الاخر تقريبا 65%. واحد بقى يقول ايه، لا والله معلش يعني فهمني اكتر، انا مش فاهم، فهمني اكتر. اقول له حاضر عينيا الاتنين. بقول لحضرتك فاكر حضرتك لما البنك نفس البنك ده طرح شهادات ب40%؟ فاكر، وكان العائد بتاعها بيصرف مقدما بقى مش في نهاية المدة، لا مقدما بيصرف العائد مقدما، كنت تروح تديله فلوسك يقول لك طب خد ده العائد بتاع الفترة وياخد هو الباقي يستثمره في نهاية المدة يديك فلوسك كلها على بعضها. كان بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا ادي لك حضرتك تجيب فلوسك تحطها عندي، العائد بتاعها هي شهادات ثلاثية لمدة 3 سنين، تجيب فلوسك ادي لك العائد بتاعها مقدما. العائد ده كان كام؟ العائد ده كان 40% على ال3 سنين. طبعا
كلنا او معظمنا فاكرين كان على 3 سنين 40% وبيصرف العائد مقدما. فحضرتك لو تفتكر معايا احنا كنا قعدنا حسبناها ساعتها وقلنا العائد مش 40%، ده العائد بيصل الى 66%، تمام كده؟ الناس ساعتها قعدت تهزر وتقول انتوا بتقولوا اي كلام، ازاي 66%؟ الحمد لله بفضل ربنا قدرنا نحسبها واثبتنا لهم واثبتنا لكم كلكم ان هو العائد فعلا بطريقة معينة بيصل ل 66%. البنك ساعتها فهم ان هو فعلا بيدي عائد يوصل فعلا ل 66%. طب ليه وصل ل 66%؟ يعني ببساطة حضرتك لما تاخد الفلوس تحطها وتاخد العائد مقدما اللي هو 40%، تاخد الفلوس دي وتحطها تاني وتاخد اللي يطلع منها مقدما وتاخده وتستثمره تاني بنفس العائد بتاع 40%، ده اللي هو تاخد اللي هو العائد وتحطه تاني وتاخد العائد وتحطه تاني. وبحسبة بسيطة ان حضرتك مش هتاخد اي فوائد من المبلغ بتاعك لغاية المدة ما تخلص، فبحسبة بسيطة كنا حسبناها لحضراتكم وصل للعائد ل 66%. فنفس البنك قال لحضرتك الله، طب وانا ليه اقعد اغلب الناس معايا ويفضلوا يحطوا الفلوس وياخدوا من هنا ويرجعوا يستثمروا تاني وياخدوا يستثمروا تاني؟ طب ما انا بدل ما اغلبهم كده، طب ما انا يعني ابسط لهم الموضوع، طب ما انا بدل ما اغلب الناس ويقعدوا ياخدوا الفوائد ويستثمروها تاني ياخدوا الفوائد ويستثمروها تاني، طب ما انا انزل لهم شهادة جديدة العائد تراكمي ويصرف في نهاية المدة. وقال لهم شرط يا جماعة بدل ما توجعوا قلبكم وكل شوية تاخدوا العائد وتستثمروه تاني وتاخدوا العائد وتستثمروه تاني، انا هديكوا بدل الكلام ده كله، بدل ما تغلبوا نفسكم هديكوا العائد اللي انتوا هتجمعوه في النهاية، هديهولكم انا مرة واحدة في نهاية المدة. طيب الكلام ده هل هو حلو ولا وحش، نشتري ولا ما نشتريش؟ اصبر عليا حضرتك هفهمك الموضوع بالظبط وفين التيتا في الموضوع. تعالى هنا نحسبها مع بعض حضرتك، التلات سنين زي ما قلنا 65%، يعني السنة الواحدة 21.5%، تمام؟ تمام. بس هو مديك 21.5% دولت، هل هو مديها لك هنا ومعلي على كل البنوك؟ لا طبعا، هو مديها لحضرتك كده رقميا بس هو ممكن يكون الصافي بتاع القيمة بتاعتها اقل من كده، ولكن هو بياخد الفايدة المفروض ان هو كان بيديها لك بيروح مستثمرها هي كمان وبيطلع منها ارباح، وهكذا بيقدر ان هو يزود لك الفايدة بتاعتك، لان اكيد الشهادات بتاع حضرتك دي اكيد ليها فوائد، وهو بقى حجز الفوائد دي عنده لمدة الثلاث سنين ويستثمرها وبياخد عائد اكبر، ويستثمرها بعد كده ياخد عائد اكبر وهكذا، وهو في الاخر يجمع في النهاية ليه. انت حضرتك بقى في ايه في النهاية، ما تشغلش دماغك بالتفاصيل دي كلها، انا في النهاية بشغل دماغي بس ان انا في نهاية المدة باخد الفايدة بتاعتي كاملة، بدل ما كنت بقعد اخدها واستثمرها تاني واخد اللي يطلع اصوله تاني، لا هو ريحني وعمل لي القصة دي كلها وانا قاعد في البيت حاطط رجل على رجل وهو بيستثمر فلوسي كاملة وهي 65%. طيب هل الكلام ده كويس ولا وحش؟ انا بقول لحضرتك لا بلاش. الله، طب ليه بلاش؟ لان في النهاية يا جماعة محدش عارف، احنا في ازمة اقتصادية ومحدش عارف بالظبط الدنيا راح على فين. طب انت هتحجب وتحجز فلوسك لمدة 3 سنين اكنك ما تعرفش اي حاجة عنها، يا دوبك هتاخد في نهاية الثلاث سنين قيمة الفايدة. طب ما احنا متوقعين مع وجود الفايدة 19% الموجودة حاليا ان لازم هينزل فايدة اكبر على اول السنة، لان في اول السنة شهادات 25%، ده يعني حاجة يعني ايه نسبة توقعها اكتر من 99% يعني، او يعني ال الشهادات اللي هي 25% اللي هي بتاعت اول السنة دي اللي هي هتنتهي مدتها في الخمسة في 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 اول في يناير 2024. فانت ليه حضرتك تحجب نفسك وتحصر نفسك في شهادات لسه قدام منها 3 سنين على بال ما تنتهي من غير ما تستفيد باي عائد زيادة ممكن ان هو او محتمل ان هو يعني يدوه على اول السنة بديل للشهادات 25% دي؟ وخد بال حضرتك انت ممكن هنا تستردها بعد 6 شهور. الشهادات دي عشان حضرتك تبقى عارف، الحد الادنى لفتح او لشراء الشهادة ده، الشهادة دي 5000 جنيه. الشهادات دي طبعا ممكن نقترض بيها،
طيب حضرتك دلوقتي لما تيجي تسترد الشهادة، وليكن انت عملت الشهادة دي وجيت تستردها لان ظهرت شهادات اعلى ولا حاجة، هيحسب لحضرتك على انهي فايدة. هيجي ساعتها اكيد يتكلم معاك في رقم كبير، بس انت ممكن تاخد فلوسك وتبقى خسرت الفلوس بتاعتك لمدة 6 شهور بدون اي فوائد، وهيديلك حاجات بسيطة اكنك كنت حاططهم عنده في حساب التوفير. واضح لغاية كده؟ تمام. طب هل ال6 اشهر دي فترة برضو يعني تجيب لي يعني تعمل لي نوع من القلق؟ اقول لك اه طبعا، ال6 شهور طبعا لازم تقلقني، لان احنا في وسط ازمة اقتصادية، متوقع اي حاجة تحصل في اي وقت، فاحنا برضو ما نحصرش نفسنا في حاجة معينة. ولكن في بعض مننا ممكن يراها انها حاجة ايجابية، فانا بقول له خلاص توكل على الله، لو كانت دي حاجة ايجابية وانت شايفها من وجهة نظرك خلاص توكل على الله واشتري. انت حضرتك محتاج تحفظ فلوس معينة، مبلغ معين لمدة قد كده، ويجي لك منها او يعني في نهاية المدة مثلا تاخدها على بعضها زائد الفوائد. خلاص حضرتك شايف ان ده في مصلحتك، وانت برضو ادرى من اي حد بفلوسك وباستثماراتك. ولكن انا من وجهة نظري، ودي وجهة نظر شخصية، انا لا اشجع على ان احنا نحط فلوسنا ونحبسها لمدة طويلة ومن غير حضرتك ما تاخد فايدة وتخليها لاخر المدة. طب حد يقول لي امال احنا ليه يعني انت او القرارات ليه بتنصحونا في موضوع الشهادات؟ اقول لحضرتك الشهادات ذو العائد الشهري مختلفة خالص عن الموضوع ده. الشهادات يا جماعة ذو العائد الشهري دي في ناس مسستمة نفسها ان هي محتاجة فلوس تصرف، واللي موجود اساسا في ظل الغلا والكوى وفي ظل التضخم اللي ابتلع كل شيء، اصبحت دخولهم مش مقضية، اصبح اللي بيجي ليهم سواء كان شغال عمل خاص او موظف او اي حاجة، دخولهم ما بقتش مقضية، فهو بالنسبة له محتاج حاجة يكمل بيها المصاريف، فبالنسبة له ده حاجة كويسة، وبالتالي الناس دي اساسا محتاجين يكملوا بقية المصاريف، محتاجين يدفعوا ايجارات، محتاجين ياكلوا ويشربوا، محتاجين مصروفات مدارس. حتى بقى لو قيمة الفلوس بتقل، احنا عارفين كلنا ان قيمة الفلوس كل مدى بتقل، فانت يعني ما قدامكش خيار تاني، انت كده كده بتقضي احتياجاتك، هتعمل ايه؟ اكنك فاتح مشروع والدخل بتاعه بيدخلك مصروف شهري، فهنا دي تعتبر تمنها كبير قوي ومهم قوي. ولو جيت قلت لحضرتك ما هو يعني قيمة الفلوس بتقل، هتقولي طب ما يعني ماشي، طب وايه البديل؟ طب انا ايه اللي هيسد احتياجاتي؟ يعني ايه اللي هيسد احتياجاتي او هيكمل مصاريفي اللي هي ما بقتش مقضية؟ النهاردة اللي بياخد 10 محتاج يبقى بياخد 15 علشان يقضي مصاريفه في ظل زي ما قلنا ارتفاع الاسعار وجشع التجار والتضخم اللي اصبح يعني اكل الاخضر واليابس زي ما بيقولوا، في ظل الازمات الاقتصادية دي كلها انا محتاج دخل مع دخلي عشان اقدر اكمل مصاريفي، محتاج ان انا يعني حاجة تزود لي دخلي، هعمل ايه؟ وانا ما بعرفش اتاجر وما بعرفش مش عارف اعمل مشروع ايه واخاف لا يخسر، طب مين اللي هيسد احتياجاتي؟ طب حد تاني يقول لي طيب ما في حل تاني، انا ممكن اشتري شقه واجرها. لو تعرف تعمل كده اعمل، اشتري شقه واجرها ماشي، ما فيش مشكله، بل بالعكس ده كده احسن وافيد، قيمه الشقه بتزيد كل ماده احسن من قيمه الفلوس اللي بتقل، بس يعني ده لو تعرف. طيب ما تعرفش يبقى الامن ايه؟ امن حاجه في الحلول دي كلها ايه؟ طب يبقى الامن ايه اللي هو يعني يخليني في امان ان انا ما اخسرش فلوسي او ما غامرش بيها؟ موضوع الشهادات، وبالذات الشهادات ذات العائد الشهري او حتى الربع سنوي لو هو انسب لحضرتك، وحضرتك اولى او حضرتك يعني اكتر واحد عارف ايه اللي يناسبك. ده الكلام ده بتاعنا بالنسبة للشهادة ال65% اللي طرحها البنك العربي الافريقي، واللي لمدة 3 سنوات عائد متراكم، بيصرف العائد في نهاية المدة زي ما قلت لحضرتك. مثال بسيط، 100,000 جنيه رحت بيهم بكرة الصبح البنك، خد يا عم اتفضل اشتري لي الشهادة الجديدة، بعد 3 سنين تروح برضو البنك ان شاء الله تاخدهم ال100,000، تاخدهم 165,000 جنيه.
طيب الخبر ده حقيقي موجود على موقع البنك. طيب الخبر 65% دي ولا 40%؟ لا ال 40% انا حسبتها لحضرتك ساعتها على القناة والفيديو موجود، ارجع له طلع بالظبط زي ما قلت لحضرتك 66%. جم منين؟ طب هو ليه قايل 40؟ هو ساعتها كان قايل 40، قلنا بناخد العائد بنستثمره تاني، لان هو العائد اللي بيدوني ايه بيدوني في بداية المدة اللي هو ساعتها كانت 40، باخد العائد ده اشتري بيه شهادات تاني اخد العائد منه. وصلنا لغاية 66% وانا حسبتها لحضرتك ساعتها بالورقة والقلم، وكان شرط ان هي توصل 66% ان حضرتك ما تاخدش ولا مليم لغاية الثلاث سنين ما يخلصوا. لكن انت هنا حضرتك هو ريحك بالحسبة دي كلها من وجع الدماغ، وان انا اخد واستثمر تاني واخد واستثمر تاني، هو ريحك من كل الكلام ده كله وعملها لك على طول ب 65%. كنت حضرتك لو تفتكر وبرضه ارجع للفيديو، كنت هتقعد تحط ال 100,000 ساعتها ساعة ما كانوا 40% تاخد 40,000 تاخدهم تحطهم تاني، تاخد منهم بعد كده معرفش 16,000 تاخد منهم وهكذا لغاية ما تلاقي نفسك بتاخد 66%، وبس برضه ما كنتش تقدر تمد ايدك على ولا جنيه منه. طيب نيجي بقى للسؤال اللي حضرتك مستنيه اللي قلنا هنجاوب عليه في نهاية الفيديو، اشمعنى البنك العربي الافريقي هو اللي بيعمل كده؟ البنك العربي الافريقي يا جماعة الدولة بتحاول تلمعه وبتحاول تكبره جدا في السوق المصري، بيحاول ان هو يعمل حاجات كتير جدا يجذب اكبر عدد ممكن من الناس، علشان اكيد الدولة مخططة ان هو اكيد الدولة زي ما قلنا مخططة ليه خطط استثمارية كويسة. فلوسه طبعا مضمونة من البنك المركزي، محدش طبعا يقلق خالص على فلوسه، بس ممكن يتم طرحه في البورصة، فهنا البنك بيزيد قيمته السوقية بشكل كبير جدا بهذه الشهادات، لان هذه الشهادات بتعطي له قوة طبعا كاسم كمدخرات، لانه عامل حساب مثلا توفير قوي جدا، وعامل شهادات دلوقتي برضو شهادات قوية. هي ممكن فعلا دلوقتي ما تبقاش مناسبانة، بس هي فعلا شهادات قوية، وكل ده مهم جدا ان حضرتك تعرفه. وزي ما انا وعدتكم بجيب لكم كل الجديد وكل المفيد، فيا رب دايما ربنا يقدرنا ونجيب كل الخير لحضراتكم. ولحد هنا اللي يكون الفيديو بتاعنا انتهى، معلش انا اسف جدا بعتذر عن الاطالة، بس هو الفيديو عشان كبير ومهم فكان لازم يقعد الفترة ديت. يا ريت اللي لسه ما اشتركش في القناة يشرفنا وينورنا ويزيدنا شرفا ان هو يشترك في قناتنا، دعمونا باللايك والشير. اللايك والشير، اللايك كتير يا جماعه بيخلي الفيديو بطفو محركات البحث. تخيل حضرتك وانت بتعمل خير وانت مش واخد بالك، بمجرد تدوس ضغط على اللايك دي بتخلي غيرك ان هو يقدر يوصله الفيديو من غير اي مجهود بسبب ضغطه اللايك اللي عايزك بيه تضغطها او بالشير. اضغطوا زر الجرس عشان يصير كل جديد او الاختيار اول او الكل، ونشوفكم على خير.